يتسلحون بالصبر وبالشجاعة وبالإصرار على تحقيق المراد، ومن ثم فقد تشهد الأيام القادمة المزيد من الإنجازات في هذا الشأن، ومن يمتلك هذه المقومات سوف ينتصر بإذن الله تعالى. وفوق كل ذلك فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تنبئ بتحقيق النصر. نحن نطمئن كل المنضمين لمعمر القذافي انهم في حاله التخلي عنه، ونحن نحفظ لهم الامن والسلام، ونحذرهم ايضا الناس اللي قاعدين في البوابات وفي حواجز الامنيه داخل طرابلس ان من يستمر في العمل مع معمر القذافي سيكون دمه وروحه هدفا مشروعا، وذلك بفتوى من كل المشايخ المسلمين في ذلك. نحن نعطيهم فرصه للتخلي عنه، والا اصبحوا هدفا مشروعا لثوارنا.